مع انطلاقة شوطنا الرابع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الرابع مكملا للجولة الأولى بهذه الانطلاقات والتحديات الرائعة في هذا المهرجان، مهرجان فارس الخليج، ويومنا الثاني على التوالي مع هذه التحديات وشوطنا الخاص أيضا بالإذاعة الجعدان، المهجنات الأصايل المملوكة لأبناء القبائل في مسافة ورحلة 6 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام، نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرهناك أيضا اللي اندفع منذ البداية وقاد المجموعة وانطلق بناموس هذا الشوط. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام وراء التحديات القادمة في هذه اللحظات واللي قاد المجموعة. نتابع صدارة هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرهني مبدع من انطلق بالصدارة بشعار سعيد بن معيوف بن سالم الدرعي يلي مع المركز الثاني من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرهناك محبوب المبارك بن سلطان بن قران المنصوري، ومع المركز الرابع، مع المركز الرابع التحديات القادمة من مصيحان لأحمد بن سعيد بن منانة. ننطلق مع المركز الخامس والقدوم أيضا التسلل من مستحيل سالم بن راشد بن سعيد الزرعي من يتابع انطلاقة مستحيل، مع المركز الخامس سادسا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر التسلل المثير من الحذر لهادي بن سعيد بن جمهور الأحبابي، ومع المركز السابع، المركز السابع تحدياتنا مستمرة مع الحساس لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. ننطلق مع المركز التاسع وأرى التسلل، أرى التسلل في هذه اللحظات، رهني هملول لمحمد بن سالم بن مردد من يتابع هذا الانطلاق المثير، ومع المركز العاشر اللي تدخل في هذه اللحظات نتابع، نتابع النصر لسالم بن علي بن هادي البريصي المري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء الأول للعشر المراكز الأولى مع هذا الاندفاع المثير، مع هذا العرض الجميل، ولكن نعود بالصدارة، نتابع البداية، نتابع محبوب، نتابع محبوب اللي انطلق بناموس هذا الشوط. مبارك بن سلطان بن قران المنصوري من يتابع انطلاقة محبوب اللي اندفع بالصدارة، اندفع بالمقدمة، قاد المجموعة، قاد المجموعة يليه مع المركز الثاني. ننطلق أيضا مع التحديات الجميلة، وأرهني مبدع لسعيد بن معيوب بن سالم الدرعي من يتابع انطلاقة مبدع مع المركز الثاني. ثالث التحديات من الجانب الآخر مصيحان لأحمد بن سعيد بن منانة، ومع المركز الرابع، مع المركز الرابع التحديات أيضا والإثارة للنصر سالم بن علي بن هادي البريصي المري، متابعا لانطلاقة النصر مع المركز الرابع. خامسا مشاهدينا متابعينا الكرام، أرهني مستحيل لسالم بن راشد الزرعي من أو المزروعي من ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام، سالم بن راشد المزروعي من يتابع انطلاقة مستحيل مع المركز الخامس. وسادسا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر انطلاقة الحساس لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري من يتابع انطلاقة الحساس اللي انطلق بدوره وسار مع المركز الخامس. سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى التسلل الانطلاق من وضاح لضحي بن مبارك بضحي الاكتبي يتسلل بأول ندى، ينطلق مع المركز السابع والثامن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر نتابع، نتابع الريان لمحمد بن سالم بن راشد الحسن المري ينطلق أيضا بتحدياته بالأداء الرائع والمثير، ولكن نعود بالصدارة. نتابع محبوب، نتابع محبوب اللي بعد المسافة منذ البداية وحب أيضا لانتزاع السيارة، محبوب على الصدارة، محبوب
يصوب على المقدمة يقود المجموعة ينفرد بناموس هذا الشوط. ومبارك بالسلطان بن قران المنصوري، من يتابع من يتابع انطلاقة محبوب والمغادرة للوحة 2 كيلومترات. بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط، وأرى الحساس أرى الحساس يتسلل مع المركز الثاني. الحساس يتسلل مشاهدينا متابعينا الكرام بشعار سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، ومع المركز الثالث مع المركز الثالث وضاح لضحي بن مبارك بن ضحي الاكتبي. ننطلق مع المركز الرابع، كي أرى التسلل كي أرى التسلل. يا سلام يا سلام يا سلام، القدوم من مشكور لسعيد بن منانة بن غدير بدأ يتسلل في هذه اللحظات مع المركز الرابع مع المركز الرابع. خامسا من الجانب الآخر من الجانب الآخر التسلل أيضا للريان لمحمد بن راشد بن حسن المري. والقدوم مشاهدينا متابعينا الكرام مع الأسامي مع الأسامي اللي بدأت تتدخل. نتابع بركان لعبد الله بن حمد بن سليمان الجبرين. يا سلام، والقدوم القدوم القدوم من معزم لعتيجة بن مطر القبيسي بدأ يتسلل في هذه اللحظات مع هذه التحديات المثيرة. 1200 ما تبقى عن خط النهاية، موعد الإعلان موعد التذكير، ومحبوب على الصدارة. محبوب ينطلق بناموس هذا الشوط، وانباعد انباعد المسافة انباعد المسافة. محبوب على الصدارة، ومبارك بالسلطان بن قران المنصوري. ولكن أرى هني التحديات أيضا من وضاح لضحي بن مبارك بن ضحي الاكتبي. وصل وصل وصل، ارصد لي أيضا شاهين لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. ومن الجانب الآخر بركان لعبد الله بن حمد بن سليمان الجبرين. ومع المركز الخامس مع المركز الخامس مشكور بشعار سعيد بن منانة بن غدير. ومن الجانب الآخر من الجانب الآخر نتابع أيضا نتابع في هذه اللحظات شعار محمد بن عوض بن محمد المزروعي. يا سلام يا سلام، تحدياتنا مستمرة انطلاقاتنا رائعة، ومحبوب على الصدارة. محبوب يا سلام، بدون أي أوامر بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات، وهو الأقرب هو الأقرب للسيارة هو الأقرب للسلامات حتى هذه اللحظات. يا سلام سلوب سلام يا الغربية، سلام اسعدت صباحا اسعدت صباحا يا هالي غياثي. تهانينا تهانينا المبارك بالسلطان بن قران المنصوري على فوز محبوب بالمركز الأول بدون أي منافس وبدون أي منازع. يقترب من خط النهاية، ينطلق في اللحظات الأخيرة ليثبت أن بطل هذا الشوط بكل جدارة وبكل استحقاق. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لمالك محبوب على الأداء المتميز. مبارك بالسلطان بن قران المنصوري اللي وصل مع المركز الثاني، لمحمد بن عوض المزروعي المركز الثالث، لمحمد بن زايد المنصوري المركز الرابع، يصل في بركان لعبد الله بن حمد بن سليمان الجبرين المركز الخامس، لسعيد بن منانة بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود بالتوقيت الزمني. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، 9:16 خمس أجزاء من الثانية، توقيت محبوب. تهانينا لمبارك بالسلطان بن قران المنصوري، التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح. تهانينا لمبارك بالسلطان بن قران المنصوري على فوز محبوب، وسلام يا الغربية، سلام وسعدت صباحا يا هالي غياثي. بينما اللي وصل مع المركز الثاني مبارك يقطع المسافة في 9:21 جزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك مبارك محمد بن عوض بن محمد المزروعي واللي وصل مع المركز الثالث. المركز الثالث يصل في شاهين 9:23 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن زايد المنصوري. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم مشاهدين الكرام، في هذه اللحظات ينطلق الشوط الخامس، والشوط الخامس مخصص للبكار الإذاع المحليات الأصايل.